زينب المرأة الشغوفة بالفن وبكل أنواعه، وأحب أن أعمل وأطور ذاتي على هالأساس هذا. فلذلك أنه عندي قاعدة، أنا أعمل إذا أنا موجود، وأنا أنتج إذا أنا موجود، أبدع إذا أنا موجود. دائما أخلي العمل فيه إبداع، مش عمل لأجل العمل، حتى يذكر وأيضا يترك علامة خاصة بي أنا كزينب. رسالتنا كوننا في المغترب أنه نوصل جماليات الفن العربي والتراث العربي لأبعد ما يمكن في العالم. أنا نولدت في بغداد في أجمل مدن العالم، أعتبرها في نفسي. والدي والدتي يعني الوالد شاعر وكاتب، والوالدة رسامة وخياطة مصممة، يعني رسامة تصميم. فمن وعيت فتحت عيني، الوالدة هي تخيط وتصمم فساتين الأعراس، والحد هذه اللحظة ماما هي يعني مصممة أزياء ونجحت في هذا المجال. الوالد كان مشغف في القراءة والكتابة أيضا والشعر، فلذلك أخذت هذه من ماما وبابا هاي الأشياء. أخي الكبير، عندي أخوة اثنين وأخوات اثنين. من الابتدائية برزت كقائدة لفرقة، أنظم الجروبات أو الفرق المدرسية في المدرسة للاحتفالات الوطنية أو الحفلات اللي تمر خلال السنة، أدربهم وأني أكون القائدة لهم للمجموعة دائما، لأنه صوتي كان أقوى من أقوى الموجودين. وبنفس الوقت عندي هذه الحماسة وظهرت شخصيتي في القيادة من هذاك الوقت. دخلت معهد فنون جميلة اللي هو بعد الثالث متوسط، اللي هو 5 سنوات، 5 سنوات مكثفة من الدراسة في تخصص إخراج مسرحي، وتخرجت 1991. أول ما خلصت أنا تعينت كمدرسة رسم، بعدين فكرت أنه أسوي شغلي الخاص، وفعلا فتحنا مكتب للتصميم. زوجي كونه مصمم وتشكيلي الفنان باسم مهدي، وأني أيضاً مشغفة بهذه الأمور، فصار عندنا شغلنا الخاص وشركتنا الخاصة اللي اسمها شناشيل في قلب بغداد. لكن حبيت أنه أني أكمل دراستي في الأكاديمية، دخلت وانقبلت في التربية الفنية، لكن ظروف الحصار ما خلتني أكمل الكلية، وسافرت من بعدها إلى المغترب، وكانت أول محطة لنا في المغترب هي الأردن.
1994 أنا وزوجي اشتغلت هناك كمصممة في شركة طباعة، وأيضا زوجي اشتغل في شركة طباعة تختلف عن يعني مو بنفس المكان، وأيضا اشتغلت في تصميم الذهب، اشتغلت فترة أيضا في المعارض، أعمل الجلود من الجلود، أنقش على الجلد وأعمل من عنده كل الإكسسوارات، الشناتي أو الشناتي بأحجامها. بقيت بالأردن أنا وزوجي 3.5 سنين، ومن بعدها سافرنا إلى ليبيا واشتغلت كمدرسة أنا وزوجي أيضا للفنون، ومن بعدها صارت ظلينا تقريبا 2 سنين، ومن بعدها سافرنا إلى الخارج وصلنا إلى إسبانيا، ومن بعدها استمرينا إلى أن وصلنا إلى لندن. وصلنا إلى بريطانيا بسنة 2002. أول شيء بديت بي اشتركت بمعرض في معرض للفنون التشكيلية أنا وزوجي في وولسول جاليري في برمنغهام، فكانت هذه أول مشاركة إلي. من بعدها من تحولنا إلى لندن اشتغلت على المسرح واشتغلت مسرحية الصرخة واشتغلت مسرحية الهروب منك إليك واشتغلت فيلم الصرخة أيضا من بعد ما درست في ويست مينستر كينغزواي كوليج، وحصلت على أفضل بروجكت في تلك السنة في 2009. في عام 2008 زوجي الفنان التشكيلي باسم مهدي أسس جمعية التشكيليين العراقيين في بريطانيا، ودعا فيها الفنانين العراقيين للمشاركة ويكونون أعضاء، وصارت بدأت النشاطات التشكيلية والحركة التشكيلية في حركة جيدة جدا، وتركت بصمة في سنة 2008، وكنت مشاركة وأحد المؤسسين مع زوجي ومع مجموعة رائعة من الفنانين التشكيليين العراقيين. وإلى هذه اللحظة إنه إحنا نعمل يعني في على هذا المشروع. كانت عندها بدايات الـ الإدارة، بدايات العلاقات الاجتماعية، هي متمكنة من ناحية إنه كيف تدير العلاقات مع الناس، عملها الفني أيضا قدرت توظف كثير تفاصيل إنه يكون العمل المقدم أو العمل اللي تحب توصله للناس يكون متقن، لأن هي تحب الإتقان بعملها. وبالنتيجة إحنا يمكن هذه صفة معينة بينا، إحنا ما نقدم عمل إذا ما يكون في إخلاص كبير وفي إتقان كبير، وبالنتيجة من يعني ما نقدم إذا نكون إحنا راضين عنه. صحت لي فرصة في أن أعمل في الإمارات العربية في إحدى القنوات سنة 2012 نهايتها، وبما أنه الأهل يعني كلهم يعيشون، الوالدة والوالد وأخوتي أخواتي يعيشون في الإمارات، فحبيت أنه أخذ هذه التجربة وأنقل كل عائلتي إلى هناك، فصحت لي فرصة الإخراج يعني في التلفزيون. هذه التجربة لمدة 2 سنين كسبت من عندها الكثير واستفاديت من عندها، لكن رجعت إلى وازنت، شفت كيف الحياة هناك وكيف الحياة هنا، وخصوصا أنه
أولادي كانوا حابين يكملون دراستهم هنا، فلذلك يعني قررنا إنه نكون هنا وكمل هنا، وقررنا نسوي مشروعنا الخاص أنا وزوجي اللي هو أكاديمية الفنون والتراث العربي. بعد ما رجعنا من الإمارات بسنة 2014 كان في عندنا حلم نريد نحققه اللي هو إنشاء مؤسسة تعنى في جميع الفنون وخصوصا تجمع بين التراث والفن. فلذلك إنه إحنا قررنا أينما نكون إحنا موجودين، إحنا عراقيين، أنا أحمل جنسيتي وأحمل هذا الدم في شراييني وهذا الحب إلى بلدي، فلذلك أني عراقية أينما أكون وأحمل العراق في ذاتي وقلبي، وأيضا أنا عربية أينما أكون وأحمل هذا الحب إلى وطني العربي وأحمل رسالة مختلفة أوصلها لأبعد ما يمكن من أجل أنه نعكس صورة جميلة مشرقة للإنسان العربي. تأسيس الأكاديمية بنى على كثير من الأفكار اللي احنا كنا مخلينها على أساس أنه الساحة البريطانية وحاجتها لهذه الاختصاصات اللي كان تحتاج الجالية بشكل عام. يعني كان هناك حاجة مثلا لتطوير الجانب المسرحي مثلا أو التشكيلي أو الجانب السينمائي أو الإعلامي، لأنه لقينا في حاجة من المجتمع العربي أنه يتعلم هذه الاختصاصات وممكن حتى يعمل بيها. أسسنا أكاديمية الفنون في سنة 2016 اللي هي تشمل كل الفنون اللي إحنا مشغفين فيها واللي عندنا فيها يعني خبرة في التشكيل، في الموسيقى، في المسرح، وأيضا في الحرف اليدوية. فلذلك أنه صار عندنا أخذنا على عاتقنا هذا الهدف وهذا هذه الرسالة حتى نوصلها لأبعد ما يمكن وخصوصا في المغترب. أولى مرة، واحد اثنين. يا ألوي أول شيء أنا بعرف مدام زينب من حوالي 5 سنوات، تعرفنا على بعض من خلال الأستاذ باسم زوجها، حضر لي مهرجان وولفمستو كنت عم قود أوركسترا الموسيقيين السوريين، ومن بعدها صار في لقاء بيناتنا وتم الاتفاق على أني أشتغل معهم بالأكاديمية، وكان إلي شرف أني أكون الكوندكتر لكورال أكاديمية الفنون والتراث العربي في لندن. ومن وقتها بدأ المشوار وتعرفنا على بعض أكثر. مدام زينب حدا كتير عملي ومحب لعمله، متفاني بعمله، بتخصص وقت كتير يعني مشان الكورال، في علاقة كتير جيدة مع كل أعضاء الكورال، ومعي أنا مثلا كقائد أوركسترا يعني أو قائد الكورال دائما في مساحتك محفوظة، و وانت يعني هي بتعمل سبورت كتير قوي للفريق اللي بتشتغل معه. انا واحد من الناس مثلا بعتمد عليها ببعض الامور، مثلا كل يعني الاداري ما بقدر من دونها، هي شايله تقريبا الاكاديميه على اكتافها هي وزوجها الاستاذ باسم. 1 2 3 هذا الكورال تأسس مع تأسيس الأكاديمية، دعينا كل من هو محب للأغنية الأصيلة والأغنية من التراث العربي واللي يمتلك صوت واللي عنده موهبة الغناء، وحاولنا بقدر المستطاع نهذب الأصوات من خلال التدريب المستمر
ومن خلال الأداء المتنوع بالنسبة للأغاني، خصوصاً أنه المقامات مختلفة ومقامات صعبة، فلذلك إحنا أسسنا شيء ما كان موجود، فرقة متكونة من مختلف الشعوب العربية في بريطانيا. هذا بحد ذاته هو تحدي كبير. وبقلبي حسرة ونظرة يا رب المحبوب، ردي لي عقلي ولبي دايما مسلوب. وبقلبي حسرة ونظرة يا رب المحبوب. هي فكرة الكورال تجميع العرب اللي عندهم أصوات جيدة وحلوة وحابين أنهم يعني ينموا هذه الموهبة، وبنفس الوقت هنن يعني يعملوا عمل ينبسطوا فيه ويبسطوا الناس الثانية. فأخذنا على عاتقنا يعني تصحيح وتطوير هاي الأصوات، وأنه أن نعمل هذا الكورال اللي بنقدر من خلاله مثلا نقدم تراثنا العربي فيه، نقدم الأشياء الجميلة اللي يمكن حتى بالدول العربية في كتيرين بطلوا يقدموها، مثل الموشحات، مثل المواويل القديمة السبعوية والخماسية وإلى آخره. حبينا أنه نذكر هدول الناس اللي موجودين في بريطانيا واللي خارج بريطانيا يعني بالموروث الثقافي تبعهم، وإضافة لمسات لقلنا هيك يعني كمان، وتعريف الجمهور الأوروبي أيضا بالموسيقى الغنية تبعنا. عملنا حفلتين، حفلة في إيلينغ تاون هول في سنة 2018، وكانت حفلة ناجحة وانبثاقة مشرقة في الفن والتراث العربي الموسيقي والغنائي، وأيضا كانت الأوسع والأشمل والأكبر واللي ترك الصدى كلش كبير، هي الحفل الثاني في سنة 2000 وفي عام 2019. الحقيقة كانت حفلات ناجحة جدا على المستوى الجماهيري، والحمد لله أخذنا فيدباك كتير جيد، وهذا اللي شجعنا نستمر أصلا، وكان السبب الأساسي أنه مستمرين لليوم، يعني لأننا ناطرين حفلة كبيرة بالباربيكان، فهذا نتاج النجاحات اللي سبقت هذا الإيفنت يعني. احنا في انتظار حفل اكبر وعلى اكبر مسارح بريطانيا في الباربيكان، راح يكون 3 مايو 2023، بعد رمضان ان شاء الله. فراح يكون هذا حفل كبير جدا وفي تحدي كبير، كون المكان هو يفرض نفسه، وأيضا سعة المكان والجمهور ما يقارب 2000 شخص راح يحضره، وأيضا في تحدي كبير لأنه إحنا نريد نقدم أجمل ما لدينا بعد ما صارت عندنا هذه الخبرة اللي عمرها صار تقريبا 7 سنوات. يعني هو هدف رئيسي للأكاديمية أنه تبني جسور ما بين الأجيال الجديدة اللي موجودة في المغترب مع تراثهم، مع حضارتهم، مع حتى تقاليدهم في مجتمعاتنا العربية. فكان هذا هدف رئيسي بالنسبة للأكاديمية، وإحنا نعتبره أنه تحقق، يعني لأنه بدأت هاي الأجيال تبحث عن ما تقدم الأكاديمية، يعني من خلال دورات تكون في أعمار هذه الأجيال. من ضمن نشاطات الأكاديمية إقامة بازار كل 3 شهور أو 4 شهور، والحد الآن إحنا عملنا 8 بازارات. أيضا يظهر التراث
وكل الحرف اليدوية نحاول أنه نظهرها في البازار، من أزياء عربية تراثية إلى رسم على الزجاج، حتى ننطي فرصة للتلاميذ أو الطلاب اللي عندنا في الأكاديمية المتدربين، نعطيهم بلاتفورم أو مساحة حتى يبيع المنتج مالته أو يسوق المنتج مالته. من المشاريع والضرورية جدا شفناها كوننا احنا أكاديمية دورات للموهوبين، لمحبي الفن، لمحبي الرسم، لمحبي الخط العربي، لمحبي المسرح والتمثيل، الصوت والإلقاء، لمحبي السينما، لمحبي او الموهوبين في مجال الحرف اليدوية او السيراميك. ونشوف على قدر العدد ينطلق الكورس، مثلا يتكامل العدد من 6 طلاب فما فوق، بس يصيرون 6 ممكن ينطلق الكورس. يعني تعرفت أنا على زينب الجواري اللي هي زوجتي، وأجمل شيء في حياتي كان عام 1986، طبعا هذه في ايام دراستنا في معهد الفنون الجميلة. ففي تلك السنة صار بيناتنا هذا التعارف، وعلى اثرها احنا طبعا استمرينا ندرس مع بعض ثم اكملنا حياتنا مع بعض. يعني صار ارتباطي انا وزوجي بسنة 1991، وسنة 1996 صارت عندنا أول طفلة، بنتي زيسم، اسمها هي عبارة عن جزء بداية اسمي زينب ونهاية اسمه فزيسم. بالنسبة لنور محمد ابني الثاني في سنة 2000 ولد، أما بالنسبة لآخر العنقود عبد الله في سنة 2006. يعني عندي ولدين وبنت. حرصنا احنا طبعا والتركيز على تربيتهم، وبالنتيجة احنا يعني وفرنا لهم هاي المساحة ان يخرطون على المجتمع، لكن يحافظون على أصولهم، يحافظون على يعني دينهم، يحافظون على أخلاقهم العربية، تفكيرهم بشكل عام انه كيف يقدر يوفق بين مجتمع المختلفين. أني مثلاً والدتي، والدي، أخوتي، أخواتي، أهل زوجي ما يتحدثوا الإنجليزية بطلاقة، ولا راح يمسحوهم أو ينطوهم هذه الكلمات اللطيفة بالإنجليزية، تعال تعال يا ابني، تعال أبوسك، تعال أحبك، تعال أحضنك، ما راح يفهموها ولا بهذا الإحساس. فلذلك قررنا أنا وزوجي إنه أي محادثة بالبيت ما تكون باللغة الإنجليزية، اللغة العربية. فلذلك طلعوا أولادي وكبروا أولادي يتحدثون، و أجمل ما يمكن يتحدثون ويا والدتي ويا أهلي بهاي الكلمات، حتى الحسجة اللهجة العراقية. جداً هي توفقت أنه تجمع هذه الأشياء بما يخص اختصاصها طبعاً باقي الاختصاصات، وأيضاً قدرت توازن بين يعني اهتمامها بهاي الاختصاصات وعملها، وأيضاً يعني علاقتها مع أولادها، مع زوجها في البيت، مع الأمور الاجتماعية المختلفة. فتوفقت كثير أنه يعني توازن أمور حياتها بهالشكل هذا. يعني هي نعمة أنه أولادي هادئين، ماخذين هذا الهدوء من أبوهم، وهذه الصبر من عندي.
الهدوء من أبوهم والصبر مني، فلذلك نشوفهم متعاونين جدا ويانا، وبنفس الوقت يجون ويانا ويشاركون من صاروا يعني عمرهم يقدرون يشاركون، صاروا يشاركون ويانا في كل الفعاليات، ويكونون من ضمن المنظمين، فتلقاهم ويانا everywhere. نصيحتي لكل إنسان من الشباب إلى الكبار إنه اتعلم إيش قد ما تقدر، ابني ذاتك، اشتغل على ذاتك، طور ذاتك، لا تفكر أنت دائما صح، حتى تشذب هذه النفس، حتى ما تعمل لنفسك جدران وتحبس نفسك فيها. كل ما تكون بسيط، كل ما تكون محب للحياة، كل ما تكون مقبل للحياة، كل ما الحياة تقبل إليك، كل ما تذوب الحواجز بينك وبين الآخرين. ما عدا ذلك ابني ذاتك وتعلم لآخر يوم بعمرك.